أذهب في تساؤلي الثاني مع ضيفي الشيخ عبد الله بن هذال عضو مؤتمر الحوار الوطني. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم مشاهدين قناة عدل الفضائية وبضيفة الكريم الأستاذ صالح سميح، وحياك الله وحيا مشاهدينا. شهدت مأرب هذه الحوادث الإجرامية من الميليشيات الحوثية صواريخ باليستية على محطة وقود وعلى إصلاحية للنساء وعلى مسجد في شرطة محافظة مأرب. أولئك الضحايا الذين سقطوا شهداء، ارتفعوا شهداء وارتقوا شهداء في مأرب، ما الذي يقوله دمهم الدافق وما الذي تقوله تلك الجريمة الشنعاء بحق مأرب وأهلها المدنيين؟ أولا أخي الكريم والمشاهدين، من الحوثي وما يقوم به في اليمن، يعني هذا الجريمة ما هي الأولى ولا هي الأخيرة. هذا الحوثي منذ أن يعني وجد الحوثي في اليمن وهو قائم على الجرائم من يوم جاء اليمن إلى يومنا هذا. ولا أستغرب، أنا فيه ناس مستغربين أنه ضرب محطة وقود وحرقوا فيها مواطنين، وفي ناس مستغربين انها ضرب على المدنيين في مأرب. يعني ما هي اصلا ناس غريبه على هذا الجماعه الارهابيه، لان هذا الجماعه الارهابيه يعني لا تعيش الا على الانف. يعني حتى الان لو وقعنا اتفاقيه السلام معهم وعملنا يعني المستحيل وتنازلت الحكومه الشرعيه وتنازل الشعب اليمني ومقابل انهم يضعوا السلاح، لا يمكن يضعوا السلاح، لانها جماعه ارهابيه مزروعه لتدمير مش اليمن فقط، لتدمير الوطن العربي بأكمله، لتدمير يعني الخليج واليمن بشكل عام، ولإخضاع الأمة العربية والإسلامية للولي الفقيه. هذه جماعة عاشت على العنف ولا هو غريب منها العنف، يعني وسلوكها العنف وبقائها لا يمكن تبقى إلا في بيئة عنيفة. يعني ما 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 غريبة. أو أنا يعني أترحم على الشهداء وأتمنى الشفاء للجرحى، يعني اللي بالصواريخ واللي بغير الصواريخ دي، وأحيي كل مقاتل بطل سواء من أبناء مأرب ولا من أبناء اليمن بشكل عام، لأن أبناء اليمن كل أحرار اليمن الآن يقاتلوا في مأرب. ويعني أطالب الحكومة الشرعية وأطالب دول التحالف أن يعني أن تستمر يعني في ضرب هذا الجماعة إلى أن تستعيد الدولة، تستعيد الجمهورية، تستعيد العاصمة، لأن هذه الجماعة الإرهابية حتى وإن جلست للمفاوضات هي فقط تريد يعني الوقت، تستغل الوقت، إذا حست بضعف تجلس للحوار فقط على أساس الوقت. أما أنها يعني تؤمن بالحوار وأنها يعني تؤمن بالسلام أو تعرف السلام، هذه الجماعة لا تعرف السلام ولا تؤمن به نهائيا. هذه جماعة وجدت عنيفة ولن تستمر الا في بيئه عنيفه. لقراءة خارطة الجريمة الحوثية في مأرب، كيف توزعت في شوارع واحياء المدينة وقراها؟ ما الذي فعلته الحوثية لمأرب خلال 6-7 سنوات وهو العليم بمديريات واحياء ومحافظة مأرب عموما؟ وكيف فجرت المنازل؟ وكيف فجرت آبار المياه؟ وكيف استهدفت المدنيين على الدوام ابرز هذه المحطات في تلك الخارطة؟ اولا يا اخي، جماعه الحوثي كانت تستهدف مأرب من 2011، يعني جات من اتجاه مفرق الجوف ومن اتجاه الصفرة ومن اتجاه الجوف، تمام، ووصلت الى بعض مديريات مأرب في السرواح وبدبده وحريب القراميش ومدغل ورغوان. الصوت لو اقترب الهاتف قليلا. ومدغل ورغوان وصرواح، الان كيف صوت واضح؟ نعم الان الصوت لا باس. فاقول لك يعني في البدايه يعني من 2011 وميليشيات الحوثي تحاول انها تقترب من مأرب من 2011 والمأرب يقاتلوها. و وصلت الى الصفراء والى مفرق الجوف والى رغوان والى المناطق هاتك ذي باتجاه الجوف وصدوها ابناء مأرب. وفي النهايه نزلت من اتجاه حريب القراميش وبدبده وصرواح.
واجهوها ابناء مارب وحدثت معارك طاحنه في صرواح التي يعني تقاتل لا زالت الى يومنا هذا. والمعارك في صرواح يعني منذ 5 سنوات 6 سنوات، هذه السنه السادسه والمعارك في صرواح. الحوثي لا 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 بقى على مدرسه الا ونسفة، ولا بيت مواطن حر الا ونسفة بما فيها بيوتنا نحن، ولا ابقى على مسجد ولا دار تحفيظ قرآن إلا ونسفة، ولا ترك يعني حتى عادات وتقاليد القبائل يعني ذي في الحروب، يعني فيه جرائم ما حد يرتكبها إلا وأرتكبها الحوثي وضرب بالأسلاف والعرف وضرب بالشريعة الإسلامية وضرب بعادات العرب كلها عرض الحائط، ضرب بالقوانين الدولية، ضرب المحرمات يعني بكل ما هو محرم في الشرع وفي القبيلة وفي العرف عمل به الحوثي واستخدمه الحوثي وعمله في 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 مناطق مارب وفي مناطق اليمن بشكل عام يعني ذي مر عليها الحوثي. لكن أقول لك في هذا المعارك ذي هو استهدف مارب وكان يعني يعمل ويبطش على أساس أنه يخضع أبناء مارب بشكل خاص يخافوا أهل مارب، ما هو عارف ان احنا كل ما عمل شيء الحوثي يعني ان ابناء مارب كل ما عمل جريمه زادهم هذا اصرار على هزيمته وعلى قتاله وعلى مواجهته. كل ما عمل بقوه في 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 في, في جبهه مارب كل ما عملنا بقوه اكثر من قوته، بقوه الله وبقوه ابناء مارب وقبائل مارب وقوه ابناء اليمن واحرار اليمن واحرار الجزيرة العربية بإذن الله بتصحى الأمة العربية كلها. لأن هذا الحوثي ما هو إلا أداة، الحوثي ما هو إلا أداة، ما هو أصلا ما حتى ما يقود، ما هو ذي يقود نفسه. الحوثي الآن أيرلو يمر حتى على المخيمات الصيفية وعلى المستشفيات وعلى الدورات التدريبية وعلى المعسكرات وعلى الكليات وعلى يعني كل حتى على الجامعات الآن اللي يمر عليها إيرلو. هذا الحوثي هو ما بلا مندوب، الحوثي والحشد الشعبي وغيره وحسن نصر الله وحزب الله ونظام بشار الأسد أصبحت فقط أدوات بيد الإيرانيين. يعني نحن الآن نواجه إيران لكن يعني بأدوات عربية، أدوات عربية إذا تواجهنا، ولا نحن ذي نواجه إيران. هذا حركة إرهابية، يعني إرهابية حركة، يعني أنا أستغرب من العالم دي يتعامل معهم. هذه حركة لا تقل عن حركة القاعدة وعن أي حركة ثانية إرهابية، هذه أسوأ من الحركات، هذه أسوأ من حتى من إسرائيل. إسرائيل يعني ما قتلت من العرب ومن الفلسطينيين مثل ما قتل الحوثي من أبناء اليمن ودمر وواسد في الأرض. نعم، ولا زلنا نتذكر قصفهم للعزاء في استشهاد الشهيد الشدادي وذهاب أخوه أيضا شهيدا وارتقائه شهيدا في مجلس العزاء، وكثير جرائم وكثير مشاهد جاءتنا من مأرب خلال السنين الماضية توثق كل ما ارتكبه الحوثيون بحق مأرب وأهلها وأيضا الصمود المأربيون. يا أخي هذا الأيام وقصف الحوثي هذا الأيام أنا 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 أفك يعني أحس ما وجدت له تفسير قصفه للمدنيين هذا الأيام، إلا أنه يعني هدفه من القصف يرعب المواطنين المدنيين الطيبين، يرعبهم يعني يريد بقصفه للمواطنين. حوار مأربي لصناعة السلام، كيف يمكن أن يتعاضد المأربيون للرد على مثل هذه العنجهية ولصناعة سلام لمدينتهم ولليمن؟ أول حاجة أن السلام يعني مع أي جماعة إرهابية خارجة عن إطار النظام والقانون يعني لا يمكن أنه يكون السلام إلا بفرض هيبة الدولة وسيطرة الدولة. نعم، بالنسبة للماربيين ومن معهم من أبناء اليمن أنا واثق منهم ومتأكد أنهم سيصنعوا السلام يعني بهزيمة الحوثي بالقوة بدفاعهم عن مارب وعن الجمهورية وعن الديمقراطية وعن مخرجات الحوار الوطني وعن يعني الأمة العربية وعن اليمن بشكل عام، يعني سيصنعوا السلام. يعني أهل مارب نحن نشوف
والله العظيم ما نريد زفق دم يمني يعني يجينا في مأرب، ولا نريد طلقة تقرح على بشر، لكن يا أخي هذا كل يوم يرسل علينا آلاف الأطفال، وأنا أتمنى من خلال قناتكم وأناشد الشعب اليمني أن كل واحد يحتفظ بولده ويحتفظ بابنه، يعني لا يرسله إلينا إلى مأرب، لن يعود إلا جثة، هذا إذا عاد لا يمكن يدخل مأرب، ولا يمكن يحكمنا، ولا يمكن يحكم اليمن، وعاد إحنا نشل السلاح نهائيا. إذن السلاح ليس الحل، السلاح الحوثي يجب أن يطرح جانبا برغبته وبرضاء أو بفرض اليمنيين عليه بالقوة، هذا هو منطق السلام في مأرب وفي كل اليمن، وإزاء كل الميليشيات وكل أيضا الخارجين عن القانون. أشكرك جزيل الشكر الشيخ عبد الله بن هذال، عضو مؤتمر الحوار الوطني، كنت معي.